حلقة جديدة من على الأرض. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بضيفي الدائم اللواء ركن عبد الكريم خلف، مستشار المركز الأوروبي والعربي لمكافحة الإرهاب. أهلا بك سيادة اللواء. اليوم نبدأ من بغداد والتفجيرات التي حصلت في أكثر من مكان. في وقت سابق ذكرتم أن هذه العمليات الإرهابية سترتفع وستزيد. طيب، يعني وفق الكلام أنه داعش فعلا أعلنت حرب المدن، طيب ما السبيل؟ كيف لنا أن نواجه هذه الهجمات وهذه المجازر اليومية؟ ما السبيل؟ ما الحل؟ شكرا جزيلا. حقيقة هو يعني هذا الموضوع هو موضوع جزء من حرب، والآن ساحة الحرب اللي قرر قيادة داعش أن تنقلها إلى المدن، وهذا موضوع قلناه مرارا وتكرارا أن الحرب الآن تركيز داعش، قدرتها على الوصول، أدواتها، حاضناتها تعمل، وما سمي بالخلايا النائمة واللي أنا أسمي احتياط داعش بدأ يتحرك، والخطط بشكل عام، خطط العمليات الآن تركز على الميدان أكثر من تركيزها على الداخل، وهذا أمر صحيح، ولكن أجهزة الاستخبارات هي المعنية بهذه القضية. يعني قلنا أن هذه الأجهزة تحتاج إلى دعم. نعم، هي تعمل وتعمل بما تستطيع أن تعمله بسبب الأدوات التي تمتلكها، ولا تستطيع الآن أبعد من ذلك. يعني احنا لاحظنا نجاحات في قضايا التفجيرات، وصلت إلى منطقة حمراء، مدينة الصدر، ومدينة الصدر بدأت تستهدف بشكل متكرر فعلا. مدينة فيها 3 مليون بشر، فيها بطالة عالية، فيها نسبة كبيرة من الشباب الغاضب، فيها جهة سياسية لها طيف واسع يعني يتبعها، وهذه المشكلة يعني التركيز على هذه المدينة والتركيز على هذا الطيف باستمرار وبشكل متكرر وممنهج ربما يضعنا أمام مخاطرة. الآن البيانات لا تكفي، الإجراءات العسكرية لن تستطيع إيقاف التفجيرات، بمعنى نشر الجنود، أجهزة مكافحة متفجرات، هذا أمر غير مجدي. هذه خطوط دفاعية تقع في مؤخرة معالجة الأهداف، يعني في مؤخرة الأولويات، في مؤخرة هذا السلم. احنا يجب أن نعيد ترتيب أوراقنا وأن نجعل من أجهزة الاستخبارات تنشط في محيط المناطق المستهدفة وليس في وسطها أو قلبها، بمعنى أن انتشارنا ليس انتشار قوات مسلحة وحواجز وزيادة سيطرات. الآن يجري العمل، يجب ومن الآن يجري العمل على تنمية قدرات أجهزة الاستخبارات بشكل سريع وفعال. كيف سيادة اللواء؟ منذ أشهر ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، تنمية قدرات الاستخبارات والدعم، تنمية قدرات الاستخبارات، هذا أمر لو تكلمنا فيه 1000 مرة فسنستمر بالألفية الثانية أيضا نتكلم فيه، هو السبيل الوحيد لإيقاف هذه الجرائم. يعني طبعا احنا الآن نتحدث عن موضوع تقني فني وموضوع يأتي بنتائج سريعة، ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك عمل سياسي. العمل السياسي هذا اختصاص السياسيين، لا استخبارات ولا القيادات العسكرية. العمل السياسي أن تنهض المؤسسة السياسية المشلولة المريضة بتنقية الأجواء وطمأنة الحاضنات وتحويل الحاضنات، يعني جعل هذه الحاضنات تشعر أن مصلحتها ليست مع داعش إنما مصلحتها مع الدولة. كيف يتم هذا الأمر؟ على السياسيين والجهات ذات القرار أن تجيب على هذه الأسئلة. كيف نجعل الحاضنة المحيطة في بغداد والتي تنطلق منها هذه الأدوات الموت أن تشعر بأن ما تقوم به هو إيذاء لأناس آخرين يشبهونهم في كل شيء وفي المصلحة والتعاضد في هذه القضية؟ أن نجعل هذه البيئة الحاضنة بيئة نافرة لداعش، بيئة غير قادرة داعش على الحركة فيها بحرية، بيئة لا يستطيع تجنيد أبنائهم فيها بسهولة، أو أن تكون مضافات لهم أو منطقة عبور آمنة لهذه العصابات. هذا الإجراء هو إجراء ليس تكتيكي، يعني وليس هو يعني وليد ساعة أن نقوم بهذا العمل أسبوع وننقلب في الأسبوع الآخر. أن تكون هذه المنظومة السياسية ترى بعين المسؤولية ما يجري الآن. يعني أضرب أمثال، مثلا في روسيا الشيشان 900,000 واحد يشعرون أن الدولة، يعني هناك جزء مهم منهم يشعر، أو جزء كبير منهم وليس كل هذه 900,000 يشعر أن الدولة الروسية لا يحظون برعايتها بشكل كامل. حصة أعمال تفجير كثيرة وأشغلت أجهزة الاستخبارات، حققوا نتائج الروس بسبب تقنياتهم المتطورة وإمكانياتهم، ولكن هل انتهت مشكلة الشيشان؟ الجواب كلا،
إذن علينا بالخطوات السياسية أن تكون هناك حلول دائمة بالبحث جديا سياسية فقط سيادة اللواء، حتى أمنية، التقاطعات بين وزارة الداخلية وعمليات بغداد وموضوع تغيير قائد عمليات بغداد، هذا أيضا طفى على السطح بشكل كبير. التقاطعات سبب فيما يجري؟ طبعا عدم معرفة وتوزيع الصلاحيات هو جزء منه صحيح، ولكن احنا نروح على أجهزة الاستخبارات، شنو العلاقة بالعمليات؟ العمليات وانتشار قوات مسلحة وانتخاب أهداف والذهاب لمعالجة هذه الأهداف. إذا لم تمتلك معلومة إلى أين تتجه هذه القوات المنتشرة، إذا جيب فيلق في بغداد الآن ولا يمتلك معلومات أين هذه العناصر، أين مضافاتها، أين تقوم بالتخطيط، هي مجرد خط دفاعي ينتظر الضربة وتحصل في ضحايا مثل ما تحصل في المدنيين. هذه الرؤية إذا ما افتهمها صاحب القرار السياسي والعسكري يلتجئ إلى عقدة هذه المشكلة. عقدة المشكلة أجهزة الاستخبارات، مصادر المعلومات، الوسائل التقنية لوصول المعلومات، توسيع نفوذ هذه الأجهزة. هذه العقدة يجب أن تكون أمام أنظار القيادات الأمنية والعسكرية وأن يتم العمل عليها فورا وبلا إبطاء. يعني المشروع الذي نتحدث عنه هو مشروع استخباراتي لا يكلف الدولة أموال طائلة جدا، ولكنه يحفظ البنى التحتية للدولة ويحفظ قدراتها وإمكانياتها. لدينا عدد كبير من عناصر الاستخبارات، لديكم ملاحظات على عناصر الاستخبارات نفسها أم على القيادات في قيادة الاستخبارات؟ في كل الأجهزة. يعني هو ليس بالعدد الكبير الموضوع، من الموضوع يعني في بغداد احنا نحتاج لا نحتاج سوى 618 ضابط في كل محل ضابط، ولكن ضابط تكون إلى أدوات ومصادر معلومات، وسائل تقنية، قدرة للمراقبة، قدرة على مراقبة الهواتف وأيضا بيانات الانترنت والدور السكنية المشبوهة والتي يؤشر فيها نشاط إجرامي. ومصادر المعلومات هي التي تغذي ضابط الاستخبارات تغذية عكسية لكي يهيمن على منطقته. هذا هو الانطلاق. أما في الطرف الآخر السياسي عليهم أن يعملون وأيضا بلا إبطاء وبسرعة لطمأنة كل الحاضنات التي تتحرك بها داعش بحرية، تستخدمها مناطق مرور ومناطق تكديس ومخازن الأسلحة والأعتدة والعبوات الناسفة، وأيضا طرق ومنظومة آمنة للتنقل وانطلاق وتفخيخ والتفكير والاستطلاع يجري من هذه المناطق. يعني هذا الموضوع إذا ما استمر لن يتوقف. ربما إذا نجحت أجهزة الاستخبارات واللي تحدثنا عنها ووفرت الدولة كل الوسائل والدعم والإمكانيات والقدرات، والتحالف الدولي دعم هذه الأجهزة بقوة وأصبحت تصل للمعلومة وتستطيع اختراق العدو ومنعه من أن يقوم بأعمال تفجير، بالمقابل إذا كانت الحاضنة غير مطمئنة لهذا وتستمر في دعم داعش سيكون هناك صراع بين الطرفين. هذا الصراع يؤدي إلى إفلات بعض العمليات من المصادر وأن تستهدف هذه المناطق مجددا. العملية مترابطة لا يمكن الفصل بينهم. طيب، الكل يتحدث عن حزام بغداد وإمكانية قدوم هذه العجلات والانتحاريين من حزام بغداد. لو تحدثنا بلغة الخريطة، ما هو حزام بغداد؟ والكل البعض يقول أن ما يجري في بغداد هو نتيجة الضغط على الفلوجة. هو جزء منه ليس فقط الضغط على الفلوجة، لا، النجاحات اللي حققتها القوات المسلحة، فشل داعش في الميدان، كل الأهداف التي تستهدفها الآن قواتنا المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب تحقق فيها نجاحات والهزائم منكرة. يعني احنا نتحدث عن هدف حيوي مثل هذا، وأيضا الذهاب باتجاه اليوم المنطقة هذه وتأمين هذا الحوض. فعلا احنا حزام بغداد محيطها 86 كيلومتر، وحزام بغداد بمعنى هذه منطقة تشكل واحدة من المناطق الحيوية في حزام بغداد الغربية، أيضا المنطقة الجنوبية يعني منطقة اليوسفية والمحمودية وأيضا المدائن، هذا جزء مهم من حزام بغداد، والمنطقة الأخرى هي باتجاه منطقة الطارمية شمالا. هذا هو الحزام، عفوا هذا الحزام، نعم، هذا هو حزام بغداد غربا وجنوبا، هو الذي الآن ينشط في دعم هذه العمليات، وبالتأكيد المنافذ المؤدية إلى بغداد كبيرة جدا. نعم. وكان تفكير الأخوة في قيادة عمليات بغداد أن يقوموا بتأمين محيط بغداد فعلا وبحواجز وأجهزة مراقبة وسد الثغرات والفجوات الموجودة فيه. طبعا لو اكتمل هذا المشروع لحقق بعض النجاحات
في قضية التقليل من مخاطر دخول العجلات المفخخة والأحزمة الناسفة، ولكن يعني ليس بنسبة 100%، لا توجد أمن بهذا المستوى بنسبة 100%، لأن بغداد فيها 7 مليون بشر، ليس كل هؤلاء 7 مليون بشر هم يعني مع إيقاف التفجيرات. قسم كبير من المناطق غرب بغداد فيها حاضنات وبؤر تتوسع في الوقت المناسب أو تنشط في الوقت المناسب أو تستقبل في الوقت المناسب بسبب السياسات التي لا يرى فيها هؤلاء مصلحة. طيب سيادة اللواء، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان التقوا وبحثوا موضوع تطويق الأزمة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التفجيرات، من المسؤول برأيكم؟ ما الجديد؟ الحقيقة اللي تحدثنا به هو الحل، أما احنا نبحث حول الحلول أو بالقرب منها هذا الموضوع لا يؤتي أكله أبدا، لأننا الآن أمام أزمة، وهذه الأزمة هي جزء منها كبير، جزء كبير منها هو سياسي. يعني لو كان السياسيون منذ البدء رفعوا الاستثناءات من الدولة العراقية التي تسير بها، وجعلوا يعني بعض أجزاء الدولة العميقة لتحكم الدولة الحالية، يعني 7 موظفين يحكمون الدولة، 7 موظفين تشتري بايسيكل تأخذ موافقتهم، تشتري سيارة تأخذ موافقتهم، تشتري بيت تأخذ موافقتهم، وكأن هناك دولة أخرى غير هذه الدولة، وكأن مؤسسات الدولة تتعطل بوجود بعض القوانين المقيدة. يعني هذه يفكر بها السياسيين جيدا، ما الذي قدمته هذه القوانين ب14 سنة يعني مؤخرا منذ 2003 ولحد الآن، ما الذي قدمته للدولة سوى تدمير للبنى التحتية؟ احنا خسرنا 31 مليار دولار فقط على البنى التحتية المدمرة نتيجة الأعمال الإرهابية. ألا يكفي هذا؟ ألا يكفي أن تفكروا بمشروع أفضل للانتشال الدولة وانتشال الناس من قضاء من هذا التدمير الممنهج الذي استمر طويلا؟ الآن يعني لا يوجد شعور أو إحساس بالأمان، وهذا أمر كبير جدا وخطير. يعني عندما بغداد تراجعت فيها التفجيرات والناس بدأت تتنفس، الآن داعش في نهايته وبدأ بنقل هذه المعارك إلى المدن بطريقة ممنهجة، وهذه التفجيرات سنرى مفاجآت كبيرة للأجهزة بسبب أن كل الأهداف واسعة، هي الآن أمامنا مئات آلاف الأهداف لا يمكن تغطيتها، كل المدن الأهلية أهداف، وبإمكان داعش أن تقوم بهذا. الحديث بعد الفاصل سيادة اللواء، مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليه. أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى سيادة اللواء. كنا نتحدث عن بغداد وما يجري في بغداد من تفجيرات، الآن ننتقل إلى الفلوجة. ولاحظت سيادة اللواء أن القوات تستعد لتحرير الرطبة، في حين أن هناك أهداف قد تكون أكثر أهمية كالفلوجة، حوض الفرات. لماذا اختارت القوات التوجه إلى الرطبة ونحن الآن على مسافة قريبة من مركز الرطبة؟ هل هي يعني رؤية عسكرية؟ هل هي أولوية؟ هل هي مجازفة أم يعني هدف سهل أم ماذا؟ نعم، هي كل هذه التساؤلات مشروعة حقيقة في قضية الذهاب إلى الرطبة. احنا الآن قريبين جدا من مدينة الرطبة. نعم، الرطبة تنفتح باتجاه الغرب إلى الحدود وتذهب باتجاه منطقة الوليد، وأيضا من الجهة الجنوبية كما تلاحظ تذهب باتجاه مفرق النخيل وباتجاه كربلاء، وهي تهيمن على هذا الطريق الدولي، الطريق السريع اللي يربط الرمادي ببغداد، وأيضا باتجاه منطقة طريبيل ثم نقطة الحدود مع الأردن اللي سيطر عليها داعش. هذا الطريق كان يستخدم، يعني حسب ما افتهمت من السيد وزير الدفاع يوم أمس كنا بلقاء معه، نعم، وتحدثنا أنه هذا الطريق يستخدم لتضخيم موارد داعش، بمعنى أن داعش عندما تهيمن على منطقة الرطبة كل العجلات التي كدعم تمر من هذه النقطة يجب أن تدفع أتوات لداعش، وإحنا الآن في صدد تجفيف منابع داعش ومنع من تمويل عصاباته بكل الوسائل. القدرات قلت كثيرا، يعني التحالف الدولي لا ننسى أنه شن عمليتين الآن لتجفيف موارد داعش المالية واستهداف مناطق النفط وأيضا تخزين الأسلحة، ولهذا الذهاب إلى الرطبة هو يكمل هذا العمل، وهي هدف المتعلق بإيقاف
وتقليل موارد المالية لداعش. بالمقابل أيضا ماذا سيعطينا هذا الطريق؟ سيعطي فتح الطريق من الأردن، والأردن يعني حسب ما فهمت أنه وزير الدفاع الأردني متصل بسيد وزير الدفاع، واتفقوا أن الجانب الأردني سيؤمن يعني الجهة المقابلة للمنفذ، وسيبذل جهود كبيرة في التعاون استخباراتيا وما إلى ذلك لكي ينشط الطريق مجددا وتعاد له الحياة ليقدم خدماته لكل البلدين، وهو طريق العراق بحاجة له كثيرا. يعني احنا الآن كما تعلم نستخدم وسائل النقل الجوي في كثير من الأحيان، هناك بعض الأمور الثقيلة التي نحتاجها عن طريق الأردن، وبالتأكيد هي تمر عبر الخطوط البرية. إذن الطريق الآن له منفعة، وأيضا هو يساهم في تقليص قدرة داعش في قضية التمويل المالي. طبعا الفلوجة أهم، والفلوجة هي الهدف الكبير، والأمريكان لديهم رؤية في قضية الفلوجة ربما تختلف قليلا عن الجانب العراقي، ولكن هناك إصرار من القيادة العراقية على أن الفلوجة هي الهدف القادم، والفلوجة يجب أن يتم استعادتها ولا عودة عن هذا القرار، والفلوجة هي في قادم الأيام ستكون في قبضة القوات العراقية. الآن الرطبة هدف متوسط ليس كبير جدا، وبإمكان قواتنا استعادتها بشكل خاصة وأن أجنحتها مكشوفة وغير قادر على الاتصال مع وحدات تغذي هذا الهدف، عكس الفلوجة. الفلوجة الآن يعني مغذياتها موجودة هنا في هذه المناطق وأيضا هنا في هذه المناطق. مع هذا أن الفلوجة ستكون هي كل الإمكانيات، كل الاستعدادات موجودة لمعركة الفلوجة. طيب سيادة اللواء، في المقابل أنت دائما ما تتحدث على أهمية الطريق الذي يربط الرمادي بالقائم، حققنا مكاسب كبيرة في هذا الطريق، وهناك أخبار عن تحرير بعض القرى في البغدادي وفي عانة وعلى طول الطريق الرابط، تقدم كبير. هذا الحراك على جنوب الفرات أم شمال الفرات؟ لا، هذا هو كله إلى جنوب نهر الفرات. اللي يجري الآن هو جنوب نهر الفرات، هذه تسمى بمجنبات الطرق، القرى التي تؤثر على الطريق واللي تقع في المناطق الغربية من الطريق، وهي مهمة جدا لكي نستطيع أن نؤمن هذه الطرق في المستقبل وتكون مفتوحة وغير عرضة للضربات وآمنة، وليس هناك يعني أبواب توضع على الطرق وتحدث خسائر في المدنيين أو في قواتنا. لجأت القوات المسلحة إلى عمليات تطهير ونجحت فيها، وطبعا هذا عمل صحيح وعمل سيقدم خدمة كبيرة لسكان هذه المناطق وللقوات المسلحة في آن معا. ولهذا أعتقد الآن مسيرة القوات المسلحة غربا لا تشوبها شائبة، وهي مسيرة صحيحة تمتلك أولويات ناجحة مع أدواتها. ونلاحظ الآن قيادة عمليات الجزيرة رغم إمكانياتها البسيطة ولكنها حققت نتائج كبيرة. في المقابل هناك خبر سيادة اللواء، سيطر على مفرق قريب من منفذ الوليد الحدودي مع سوريا. الآن بدأنا نتحرك ربما سيادة اللواء على موضوع المنافذ الحدودية وفق الرؤية العراقية التي تتعلق بتقليل دعم داعش من الناحية المادية وإيصال وقطع طرق الإمداد والدعم بين العراق وسوريا. هذا صحيح، يعني احنا الآن في هذه الأماكن وفي النقطة الحدودية اللي أشرت لها قبل قليل، طبعا أمر مهم جدا أن نسيطر على هذا المنفذ، ولكن بالجانب السوري حققوا أيضا مكاسب، ولا ننسى أن استعادة تدمر وبعض المناطق في المناطق التي تقع شرق تدمر بمسافة كبيرة حقق الجيش السوري فيها مكاسب هامة، ووصل هناك بالتعاون مع القوات الجوية الروسية. وبالمقابل الآن يعني من السهولة بمكان أن تقوم قواتنا بالاقتراب من هذا المنفذ واستعادته، هو منفذ غير فعال يبعد عن الحدود الأردنية 60 كيلومتر في هذه النقطة، وبإمكان قواتنا الآن القيام بما يلزم لاستعادة المنطقة. ولكن هل ستكون المنفذ فعالا؟ أنا أعتقد أن العودة إلى هذا المنفذ هي الأهم في الوقت الحاضر، وهو يشكل أولوية قصوى. السبب أن كل المناطق شمال هذا المنفذ أصبحت بيد القوات المسلحة. جميل. لا نحتاج سوى إلى قفزة للوصول إلى القائم، ومن ثم تأسيس نقطة اتصال مع قوة النوادر اللي هي من شمر العربية وقوة الأيزيدين، وأيضا هناك مجاميع من قوات حماية الشعب الكردي تعمل على طرفي الحدود بسبب عدم وجود جيش.
ولا ننسى العملية أم ذيبان اللي كانت في منطقة قريبة من سنوني. هذه كل الحدود الآن نستطيع تأمينها وتقدم لنا خدمة كبيرة في عزل نينوى. لكن الآن نذهب إلى مناطق الجنوب الغربي، يعني أعتقد مبكر الحديث عنها الآن. موضوع واضح الحدود العراقية السعودية، موقف السعودية من العراق، موضوع الحراك رعد الشمال، انتهى هذا الموضوع، تراجع رعد الشمال، كانت هي يعني موضوع استعراضي، الغاية منه هو يعني القيام بإرسال رسالة إلى النظام السوري بأن التحالف الإسلامي قادر أن يصنع شيء، وهو نتاج لسياسة العربية السعودية في ذلك الوقت التي تغيرت الآن. نعم. كانوا يريدون حسم عسكري إذ لم يتنازل الأسد، وجاءوا بأكثر من 20 جيوش، أكثر من 20 دولة ممثلين لهم، وعملوا رعد الشمال. ولكن أنا أعتقد هذا الموضوع قد فشل، والآن السياسة السعودية أنتجت حلول أخرى بسبب الضغط الغربي والأمريكي، وبسبب التداعيات الأزمة السورية التي وصلت ذيولها إلى جنوب أوروبا. طبعا الآن المصالح الغربية عندما تتضرر بالتأكيد ستفرض حلول على الآخرين، وهو ما جرى، فرض من الأمريكان بأن تقاسم الروس مع الأمريكان قضية مستقبل سوريا، ورسموا بعض الخطوط الحمراء من كلا الطرفين، واتفقوا على وقف اطلاق النار، وكل ما حصلت أزمة يتدخل الطرفين بقوة، الأمريكان باتجاه المعارضة وروسيا باتجاه الحكومة السورية، وهذا ما يحصل الآن، وهمشوا كل الأطراف الباقية. الآن لا توجد أدوار مهمة لا تركيا ولا لدول الخليج ولا للجامعة العربية ولا حتى الدول الأخرى. حتى موضوع التأشيرة سيادة اللوان والاتحاد الأوروبي ربما أوقف موضوع دخول الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا، ربما هي رسالة إلى تركيا وإشارة إلى أنها فعلا داعمة للإرهاب. لا، الناتو يدرك جيدا أنهم إذا أعطوا يعني ألغوا التأشيرة وأصبح الأتراك يتجولون في 25 دولة أوروبية تحترق هذه الدول. لماذا؟ أولا مشكلة البككة والكرد وبعض التنظيمات المتشددة. نعم. هذه كلها أتراك ولديهم جوازات سفر، عندما يذهبون بدون بهذه التسهيلات ستنتقل كل أمراض تركيا إلى أوروبا. فعلا. عندما يقوم طرف بعقد اتفاقيات مع تركيا ويغضب الطرف الآخر ستتحول هذه إلى مادة متفجرة. وأيضا الأتراك يدركون أنهم إذا فعلوا ذلك وقضية الشنغن سيتم إيجاد أدوات ضغط ضخمة وكبيرة على أوروبا لكي يكون ممر هذه التنظيمات هو بقبضة الحكومة التركية ومخابراتها فعلا. للهيمنة على دول أوروبا، وهذه الطريقة لن تنجح لأن الأوروبيين لن يسمحوا بذلك، لن يسمحوا بقضية التأشيرات أن تمر دون ضوابط. بالتأكيد سيادة الوادي لا واضحة في الخريطة حقيقة. اليوم هناك الكثير من الأخبار وأغلبها إيجابية تتحدث عن إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الخلايا سواء النائمة أو العصابات التي تتحرك، إلقاء القبض على الكثير من المتسللين. ماذا يريد الدواعش من ديالة؟ ديالة شوف كل هذه المناطق، هذا هو خط ديالة الأحمر، والمناطق الشمالية منها أين تتجه؟ يعني هذه بمحاذاة منطقة سليمانية، نعم، مع سليمانية، والأخرى تتجه إلى مناطق وعرة كحمرين. هذه المناطق يعني قبل أيام بعملية ناجحة في منطقة شمال خانقين وجدوا معسكر لتدريب داعش، وهي منطقة كردية وتحت سيطر عليها البيشمركة، حماية البيشمركة. نعم. ولكن لم يجري التعرض لهم على الإطلاق، ولهذا نعتقد أن هذه البؤر ستكون بؤر مفتوحة باتجاه ديالة بسبب وجود حاضنات كبيرة، وحاضنات قبل قليل قلنا أن الحاضنات هذه يجب أن يكون عمل فيها، عمل سياسي وعمل أمني، العمل السياسي مع الأمني يجب أن يتصاعد، ولكي نفلت هذه الحاضنات من قبضة داعش، وإلا ليس فقط في ديالة، يعني تحدثنا عن حزام بغداد، تحدثنا عن شمال ديالة، تحدثنا عن المناطق اللي فيها داعش الآن، لماذا وجود داعش في هذه المناطق؟ إذن هذا العمل ينطبق أيضا على ما ذهبنا إليه في قضية حزام بغداد، ما يجري في شمال ديالة هو مشابه بذات الطريقة المعالج. طيب سيادة لو آخر أخبار كركوك وهي واضحة على الخريطة. لم يجري عمل كبير في كركوك الآن، ما يجري هو ضربات جوية نفذها التحالف الدولي لدعم البيشمركة ولجعل خطوط معينة داعش لا تعبرها، رسم خطوط معينة بعدم السماح لداعش العبور إليها. والحقيقة
في منطقة جنوب غرب كركوك، وأقصد بها الحويجة وأيضا الرياض ومناطق أخرى قريبة منها وعشرات القرى. نعم. الآن داعش تتحرك فيها بأريحية هناك وبحرية، قدرة البيشمركة على الهجوم هناك تكاد لا تذكر، يعني صعبة، وأدواتها بسيطة وإمكانياتها أيضا بسيطة، ليس لديها قدرة، ولو كان لديها قدرة لانتهت داعش منذ زمن في منطقة الحويجة على سبيل المثال. ولكن لعدم وجود هذه القدرة هم فقط الآن لديهم سواتر ترابية وبعض نقاط الرمي، بمساعدة التحالف الدولي ووجود مستشارين قريبين من البيشمركة يتم تأمين هذه المناطق بضربات جوية عندما تقترب داعش. أكثر من هذا لن يحصل. طيب بيجي تكريت أخبار هذه المناطق؟ الآن عمل على مكحول عمل جيد، وتم تطهير جزء كبير من المنطقة الشمالية من مكحول، والقوات الآن قريبة من منطقة الزوية وتنوي العبور إلى الضفة الأخرى، وهذا عمل صحيح باتجاه منطقة الزاب لتأمين المناطق والمنافذ التي يهاجم منها مكحول. وبهذا إذا تم هذا العمل أعتقد جازما أن حتى قضية الهجوم على الفتحة والهجوم على منطقة عجين وعلاس واستهداف منطقة مكحول وشمال صلاح الدين ستنتهي. هذا العمل يعد إلى الآن الحشد الشعبي ويجري بنجاحات، ولكن وفق كان بطيئا ولكن يحقق نجاحات كبيرة، الوصول إلى الزوية، الوصول إلى مفصل ونقطة حيوية هامة جدا. فعلا فعلا. هذه النقطة ستؤدي إلى السيطرة على الضفة الشرقية من النهر، وهذا سيجري لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع داعش، لم يعبر ولا جندي واحد بالضفة الأخرى، وكانت هذه الضفة هي ملعب لداعش. فعلا سيادة اللواء، على ذكر الحشد، اليوم قرأت خبر أن البنتاغون يقرر دعم الحشد المسيحي، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الدعم، على أي مستوى؟ لا، هم قالوا عن طريق الحكومة العراقية، لم يقولوا سندعم مباشرة. الحكومة العراقية هي التي ستقرر طريقة الدعم ونوعه وما هو المطلوب لدعم هذا الحشد في سهل نينوى. والحشد المسيحي كما تعلم يعني لديهم يعني وجود كبير في منطقة سهل نينوى، في بعشيقة، في الحمدانية، في منطقة تلكيف، وفي كل هذه المناطق الشرقية من نينوى وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية منها. وبالتأكيد الحشد هذا هو جزء لا يتجزأ من الحشد الحشد الشعبي العراقي الذي يعني يرحب بهذا الدعم. العمليات المشتركة تقول أن السيد العبادي لم يقرر بعد أو لم يوافق بعد على موضوع إشراك الحشد الشعبي في موضوع تحرير الموصل، ماذا تقول؟ لا أبدا، هو أعلنها أمام البرلمان وقال اليوم العمليات المشتركة تقول قال سيشارك الحشد الشعبي، وهذا قرار لا رجعة فيه، يعني هذا تقاطع مع الكلام السابق. إلا إذا كان ممكن يكون هناك تراجع في الرؤى، يعني لا أعتقد أن السيد العبادي لديه خيار في التراجع، والأسباب كثيرة. يعني شوف، لاحظ الموصل ليست منطقة الموصل كمدينة، ولكن الموصل لها امتداداتها، والموصل تحتاج من جهات كثيرة وقوات كثيرة تقوم بمسك يعني مسافات كبيرة جدا من الطرق وطرق الدعم وطرق المواصلات وبعض العقد الحاكمة والمناطق والمنافذ المؤدية للموصل، وستة عشر منفذ يؤدي إلى مدينة نينوى، بحاجة إلى أن تكون هناك عقد ومناطق وثوب أمامية. هل ستؤمن القوات المسلحة والبيشمركة هذا العدد الهائل من هذه المسافات؟ طبعا الجواب كلا. إذن سيلجأون ليس فقط الحشد الشعبي، ربما أيضا سيحتاجون حتى أثير النجيفي وقواته، وسيحتاجون بعض القوات الأخرى التي ربما تحتاج إلى قرار من أو موافقة من السيد العبادي في خضم معركة مثل هذه. ليست معركة صعبة، ولكن طيب هي معركة فيها نحتاج إلى الكثير من القوات. سيادة اللواء، في الحلقات السابقة كنا نتحدث وكنا نتابع الأحداث بانسيابية عالية، تتحرك القطاعات على محور ثابت. الآن يبدو أن هناك غياب للرؤية، تحركات جزئية في الفلوجة، تحركات جزئية في الرطبة، البعض ينوي التحرك إلى الموصل. لماذا هذا التغير؟ لماذا فقدان الرؤية؟ على ماذا نعتمد؟ على الاستراتيجية أم على الأولوية أم على الأهداف السهلة أم ماذا؟ أنا اللي فهمته من السيد وزير الدفاع أن كل التوقيتات وسلم الأولويات الذي وضع سينفذ، وستفي وزارة الدفاع بوعودها إلى الشعب العراقي، وبالتأكيد
يعني هناك وعود أطلقت، لو نتذكر حديث السيد وزير الدفاع قبل شهرين أو ثلاثة قال أن حزيران سيشهد انطلاق عملية الموصل. فعلا. هي العملية انطلقت جزء منها في مكان محدد و أحد المحاور، يعني ولا نقول يعني نحتاج إلى محاور أخرى كثيرة، ولكن نقل القوات يعني إلى هذه المناطق كيف سيجري، يعني الاستراتيجية كيف ستجري، يعني استعادة الفلوجة وهذا الحوض ووصول إلى حديثة سيؤمن لنا 7 فرق هجومية. فعلا هذه ستكون يعني ليس لديها أهداف، ويجب أن يتم سحبها من أرض المعركة، وتكون هناك قوات تمتهن الدفاع ويشكل إطار دفاعي، وتكون هذه 7 فرق بيد القائد العام قوات مسلحة. إذن ماذا سيفعل بها؟ هل سيذهبون للاستراحة في دورهم أم أنهم سيتحركون إلى الموصل بالتأكيد؟ يعني هذه هي الرؤية. إذن ليس هناك فقدان للرؤية الاستراتيجية، ولكن هو عمل ممنهج من قبل القوات المسلحة باتجاه مدينة الموصل يجري بطريقة طيب. مثل ما وضعوا التوقيتات لحد الآن لم نقترب من شهر 6 أو نهايته، ولهذا أعتقد أن يعني التحالف الدولي في رؤية يتفق كثيرا جميل. مع هذه الرؤية، مع وجود الفرقة 15 هناك وتنقل ربما الفرقة 16، فرقة أولى وثانية ثالثة مكافحة إرهاب، فرقة الرد السريع، الفرقة 9، الفرقة 8، هذه كلها ستكون يعني سنكمل الحديث بالتأكيد سنكمل الحديث سيادة اللواء بعد هذا التقرير. نعم مشاهدينا الكرام، كان هذا الجزء الأول من على الأرض، انتظرونا بعد التقرير في الجزء الثاني. قوة قتالية كبيرة مدعومة بمقاتلي العشائر والحشد الشعبي انطلقت لاسترداد قضاء الرطب غربي الأنبار وفتح الحدود العراقية الأردنية. القوات سلكت الطريق الدولي السريع وتمكنت من الوصول إلى منطقة الصقار ورفع حقول الألغام من الطريق السريع المؤدي إلى الحي السكني في قضاء الرطبة. ومصرين جميعا بتحرير هذه المدينة قضاء الرطبة وفتح الطريق الدولي السريع الذي نتواجد عليه حاليا ما بعد منطقة الصقار بعد كيلو 210، فإن شاء الله عازمون ونتنقل إن شاء الله سوية الأعلام وكل القطاعات الأمنية بتحرير مدينة الرطبة، وننطلق إن شاء الله وصولا إلى الحدود العراقية الأردنية مجمع أطربيل الحدودي. هذا الطريق السريع الذي سيطرت عليه القوات الأمنية بسهولة كان مسلحو تنظيم داعش ينصبون عليه سيطرات متحركة ويفرضون على الشاحنات المحملة بالبضائع رسوما مالية مقابل السماح لها بعبور الطريق. كان داعش يسيطر على هذا الطريق منذ سنين، فكان داعش يأخذ الأتاوات من الشاحنات الموجودة ومن المسافرين ويفرض سيطرته بالقوة على هذا الطريق، ويكون تمويله الذاتي من عمليات الإرهابية من هذا الطريق. الطريق مرتبط في الحدود الأردنية والحدود السورية، فإن شاء الله لأن تنفتح انقطعت من سبب هذا الطريق انقطعت المنافذ الحدودية وانسدت منافذ الحدودية، وإن شاء الله إن شاء الله سوف نزف لكم البشرة. اندفاع القوات بهذا الحجم نحو قضاء الرطبة لما له من أهمية بالغة على المستوى العسكري، فتحرير الرطبة سيتيح للقوات التوجه منها نحو قضاء القائم أحد أهم معاقل تنظيم داعش قرب الحدود السورية، فضلا عن أن تحرير الرطبة سيديم زخم تقدم القوات نحو فتح الحدود العراقية الأردنية وتنشيط عمليات التبادل التجاري مع الأردن التي لها مردود اقتصادي كبير يستفاد منه العراق. من محافظة الأنبار محمد الشمري، قناة بلاد الفضائية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأهلا بكم مرة أخرى سيادة اللواء. الآن نتحدث فيما يتعلق بنينوى ونتعمق بشكل أكبر. واشنطن تعلن بدء حصار داعش في الموصل، ومبعوث أوباما يقول سنفعل ما لم نفعله منذ سنة، في إشارة إلى ماذا؟ ماذا يقصد وماذا يعني حصار داعش في الموصل؟ يعني الآن التحالف الدولي منذ أيام قام بطلعات جوية في مناطق غرب الرمادي واستهدف الطرق التي توصل الرقة
بالموصل. هذه الطرق كانت العجلات فيها تسير يعني كزفة العرس ولا أحد يتعرض لها، أرسال من السيارات تذهب، داعش يستفيد من المدنيين وأيضا يقوم بنقل المعن والأسلحة على طرفي الحدود، ويقوم بنقل ما يمكن نقله من مواد والذهاب بها إلى دعم وجوده في سوريا. هذه المرة قام التحالف الدولي باستهداف الطرق ودمر الكثير من العجلات، والآن داعش لا تستطيع الحركة، انقطع المواصلات ما بين الطرف العراقي والسوري، وهذا يحصل لأول مرة. العمل هذا طبعا العمل ليس فقط شجع عليه، ولكن هو العمل الذي تأخر كثيرا فعلا. المهم أنه حصل. هذا الموضوع هو جزء من عملية عزل مدينة نينوى. طيب. بمعنى أن الطرق الآن ستكون خطرة بين الموصل طيب. وبين الرقة، وستسعى هذه العصابات إلى التنقل بمثابات طيب. وعن طريق مقلات باتجاه القرى. اسمح لي أنتقل مباشرة إلى مخمور، وينضم إلينا من هناك اللواء نجم الجبوري قائد عمليات تحرير نينوى. أهلا بك سيادة اللواء إذا كنت تسمعني. أهلا بكم ضيفك الكريم، أهلا وسهلا. حياك الله سيادة اللواء. باختصار يعني وبصورة عامة، ما هي آخر أخبار الموصل اليوم؟ ما الذي تحقق؟ أين وصلت الفرقة 15؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لله الحمد والشكر. أبطال الفرقة 15 والقوات اللي متجحفلة معهم الآن هم على أراضي محافظة نينوى، قريبين جدا من نهر دجلة، وبانتظار ما تخطط للعمليات المشتركة حتى النفذة ونفذ إن شاء الله لأخذ قرى وأهداف أخرى. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، مدفعية الفرقة 15 وطيران التحالف الدولي ومدفعية التحالف الدولي وصواريخ التحالف الدولي تستهدف يوميا ليل ونهار أهداف داعش. أنا بس أنطيك يعني ما حصل ليلة أمس، يعني ليلة أمس تم تدمير منصات الصواريخ قرب منطقة القيارة. نعم. تم تدمير 4 مفارج هاون مع طواقم. نعم. في منطقة مخمور ما بين مخمور والنهر. نعم. أيضا تم تدمير مخزن كبير للعتاد في منطقة الحاج علي. نعم. وهذه يعني هذه العمليات في الاستنزاف تجري بشكل يومي مثل ما ذكرت. طيب. العدو. سيادة اللواء. سيادة اللواء، بهذه الإمكانيات المتوفرة لديكم تستطيعون عبور نهر دجلة باتجاه القيارة؟ أم أنكم بحاجة إلى قوات أكبر، إلى عملية أضخم؟ هو التخطيط مو من عندنا حقيقة، التخطيط هذا ويعود للعمليات المشتركة. احنا جاهزين ننفذ خطة القائد العام والعمليات المشتركة. العدو إن شاء الله، إن شاء الله أنا أبشرك وأبشر كل العراقيين، العدو بدأ يتخبط، معنوياته بإذن الله صارت إلى الحضيض، معنويات جنودنا مرتفعة جدا، والآن يعني إحنا بناخذ أراضي ونحرر قرى بفضل الله بدون خسائر تذكر. طيب سيادة اللواء، الآن القوات متواجدة في الجزء الجنوبي من الموصل، هل هناك مقترح رؤية للتحرك على المحور الشرقي، على المحور الغربي، محاولة لإرسال المزيد من القوات، إنشاء قواعد أخرى في ظل هذه الظروف؟ وأنتم تحدثتم قلتم أن هناك مشاركة قوية وجدية من التحالف الدولي. أخي العزيز، يعني مثل ما ذكرت لك إحنا ناس منفذين على الأرض، إحنا نقاتل. الخطط هذه ترجع للسيد القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة. نعم. وأكيد هم عندهم الرؤية الكاملة والواضحة، وأكيد هم واضعين الخطط، يعني إحنا ننتظر تصنع الخطط وننفذ. طيب سيادة اللواء، مستوى التنسيق بينكم وبين البيشمركة، في وقت سابق تحدثتم لنا وقلتم أن البيشمركة الآن دورهم هو تقديم المعلومات
والدعم الطبي تطور هذا الموضوع؟ ألو؟ ألو؟ نعم سيادة اللواء إذا تسمعني. تسمعني؟ نعم احنا يعني حقيقة يعني احكي لك اتكلم لك عن الواقع الموجود. نعم. التنسيق مع قوات البيشمركة يعني ده يجري بشكل جيد جدا. نتبادل المعلومات الاستخبارية. هم ايضا يعني يقومون بعمليات عسكرية في قواطع اخرى يعني مثل مدينة تلسكوب. في اماكن اخرى ايضا من الحدود الفاصلة مع محافظة نينوى يعني. بس التنسيق لا يعني لا يقتصر على المسائل الطبية او غيرها يعني. طيب سيادة يعني اللواء موضوع يعني موضوع العوائل النازحة من الموصل، موضوع الممرات الآمنة، ما هي اخر الاخبار بشأن المدنيين؟ اخي العزيز احنا يعني في قاطع عمليات مخمور اخلينا اكثر من 3000 عائلة ويوميا نستقبل العشرات من العوائل. موجود حاليا في منطقة شرق جنوب شرق نينوى، موجود في منطقة ديبقة، موجود معسكر النازحين. نعم. أبنائنا بالجيش العراقي يقومون بنقلهم من المناطق اللي نفتحها ومن المناطق اللي يفد إليها العوائل أو النازحين إلى المناطق الآمنة ومن ثم نعم. إلى هذا المعسكر. أحسنتم اللواء نجم الجبوري قائد عمليات تحرير نينوى، شكرا جزيلا لكم سيادة اللواء ونتمنى لكم الموفقية والسلامة إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. سلام. نعم أعود إليك سيادة اللواء، وكما استمعتم يقول يعني لا نستطيع التحرك إلا بتوجيهات وأوامر من القيادة، ماذا على القيادة أن تقدم لتتفاعل بشكل أكبر مع الموصل؟ بالتأكيد هو كان صريح وصادق فيما قال، وبالتأكيد الإمكانيات المتيسرة هي تأتي من القيادة العليا، يعني قيادة العمليات ليست لديها موارد سوى الموارد التي توضع بإمرتها، بمعنى أنهم لو وضعوا الآن 6 أو 7 فرق ربما يستطيع السيد اللواء نجم الجمهوري أن يقوم بعمل كبير باستهداف المحاور اللي ذكرتها وأيضا بتقليص أظافر داعش في كل محيط نينوى، ولكن هذه الإمكانيات التي وضعت بإمرته الآن لا يستطيع الحركة بها أبعد من ذلك. وعندما يتحدث عن خطط فهي الخطط اللي أكبر من العمليات، يعني معنى الخطط السوقية استهداف مدينة نينوى والتحديدات اللي يضعها القائد العام في مهمة القائد هذه تأتي بالفعل من بغداد. أما هذه الإمكانيات الآن هو يتحرك حتى يعني قدرة الحركة لقيادة عمليات نينوى أكبر من إمكانياتها بالحقيقة، ذهبت بعيدا، أنا قلت مرات عديدة ذهبت أكبر من إمكانياتها. واحنا لاحظنا في احد النواحي غرب بغداد في نصف ناحيه هناك 3 فرق موجوده، بينما فرقه واحده تمسك محور، فرقه ليست متكامله يعني ليست متكامله، يعانون من موضوع الدعم الجوي الجهد الهندسي. مع هذا هي حققت نتائج كبيره وضخمه في الهيمنه على حوض مخمور، يعني انا اثني على جهود الأخ اللواء نجم وأيضا قائد الفرقة 15 وضباطها ومنتسبيها يعملون في بيئة ليست بيئة مناسبة، يعني البيشمركة لا يحبون كثيرا حركة وجود الجيش في مناطقهم. لماذا سيادة اللواء؟ قبل أيام كان لدينا لقاء مع الفريق جبار الياور، نفس السؤال، يعني حتى أنهم ربما لا يستجيبون كما على لسان الفريق لأوامر المباشرة من القائد العام، يقول نستلم الأوامر من قيادة الإقليم. لماذا؟ لديهم قائد عام، قائد عام لقوات البيشمركة السيد مسعود برزاني، وبالتأكيد يعني هم يريدون تنسيقا فقط، يعني التنسيق فيما يتعلق بالتجهيز والتسليح. لا لا هذا مختلف، لا لا القضية التنسيق الآن نحن ننسق مع التحالف الدولي، يجري تنسيق، يعني كأنما هو تنسيق بين دولتين وليس تنسيق بين جيش يتبع إلى جيش آخر. لكن في قضايا الدعم وقضايا التسليح والتجهيز يطالبون البيشمركة بكل شيء لأنهم يعتبرون نفسهم جزء من المنظومة الدفاعية في هذا الجزء فقط، في قضية التسليح والتجهيز والرواتب. في أي قضية أخرى هم لا يعتبرون نفسهم جزء من هذه القضية، لأن الأوامر تأتي من الأعلى إلى الأسفل وهي عن طريق الإقليم. أما أي أوامر مباشرة للبيشمركة فلا يعترف بها ولا يعتد من قبل البيشمركة إلا أن تأتي عن طريق. حاولوا هم سيادة اللواء، حاولوا التحرك على أكثر من ملف، على أكثر من مدينة تلسقف وغيرها،
لكنهم فشلوا لولا تدخل التحالف الدولي. احنا يعني هم اولا واخيرا ابنائنا واخواننا، يعني لا نريد ان نقلل من شأنهم، ولكن قدراتهم التسليحيه هذه، يعني هو حرس الاقليم وليس جيش الاقليم، بمعنى حتى بعض الدبابات اللي يمتلكها، بعض المدرعات اللي غنمت من الفرق الثلاثه اللي دمرت في مدينه نينوى وصلاح الدين، هذه لا تصنع جيش، لديه بعض الامكانيات، هذه القدرات والامكانيات ليست كافيه الان للدفاع عن الاقليم. يعني التحالف الدولي نعم موجود، هو الذي يوفر غطاء جويا كثيفا. يعني انا اذكر في احد المعارك في بعشيقه فقط الفرنسيين نفذوا 160 طلعه جويه في ظروف ساعه فعلا في حقل كلاب جنوب غرب كركوك، عندما داعش حرق 3 آبار نفطيه واحتجز 64 موظف من هذا الحقل. التحالف الدولي حسم الامر بساعتين فقط، باكثر من 80 ضربه او 90 ضربه جويه في وقتها، لا اتذكر الرقم، ولكن الرقم كان عالي جدا، ودمرت قوه داعش وتم تبخيرها. يعني اذا قدرات البيشمركه معروفه، وهذا ليس سبب ضعف البيشمركه او عدم شجاعتهم، معروفه ان عنصر البيشمركه شجاع ومقاتل ومطاول ولديه صبر كبير وقاتل في الجبل، وابناء كردستان معروفين بشجاعتهم، لكن هذه الامكانيات امكانياتهم ليس بقدر شجاعتهم. طيب انجاز هذا خبر يتعلق بسد الموصل، انجاز عمل تصليح جسر المسيل المائي، تجاوزنا موضوع الخطر على سد الموصل؟ لا، هو المسيل اكو ايمن وايسر، نعم، شمالي وجنوبي. هذا المسيل المائي يساعد في ان يخفف من ضغط المياه، لا تكدس المياه وزياده حجمها. احنا وصلنا الى 3.07، المطلوب ان ينزل، هذا الرقم عالي، يعني يجب ان ينزل. هذا الامر سيساعد في اساله المياه ودفع اطلاقات مائيه اكبر باتجاه نهر دجله، وسيخفف ايضا سيساهم كثيرا في تخفيض منسوب المياه في السده في منطقه الخزر. طيب سيادة اللواء، هناك خبر آخر يتعلق بأوضاع الناس في داخل الموصل. داعش يفرض على الناس الارتداء نفس الملابس ونفس الزي، وتحديدا على المواطنين بشكل عام. سيكون ملف الموصل معقدا في موضوع المدنيين والتمييز؟ لا، في هذه العمليات لن يكون معقد، ولكن هذا الكلام اللي تحدثت به حضرتك الآن جعل بطالة هائلة في الموصل. نعم. يعني هناك محلات لأدوات المكياج، الملابس النسائية الخاصة وغيرها، هاي أغلقت وصدرت وقسم منها حرقوها في الشوارع وألحق أذى كبير في أصحابها حتى قبل أن تباع عند دخول داعش، وأيضا فرضت يعني حتى على العوائل الفقيرة التي لا تمتلك أن يعني تقوم بشراء ما يسمى بالزي الأفغاني، وأيضا ليس بحجاب وإنما هذا الخمار وتعقيدات، يعني هذه الملابس، وعلى الرجال الدشداشة القصيرة والسروال، وأيضا هناك ملابس أخرى تضاف فوق الدشداشة. هذه كلفت أهل الموصل يعني تكلفة كبيرة جدا، وحولتهم إلى مجتمع منفي ومجتمع يعني من العصور الوسطى، وفرضت نوع من التقاليد الصعبة، المسير في الشوارع للمرأة لا يجوز بمفردها، يجب أن يكون معها محرم، وإذا لم يكن هناك محرم يجب أن تتزوج ويزوجوها اللي يعجبهم. طيب وهذا الزوج يتحول إلى محرم. نعم. ليس فرض قيود فقط، وإنما فرض نمط من الحياة تحت قسوة القانون. لو أجرينا مقارنة سيادة اللواء بين الموصل والفلوجة، ما هي الاختلاف بين المدينتين؟ الفلوجة تسمى جرين زون داعش، منطقة الخضراء لداعش، والفلوجة يعني أكثر تشدد وتطرف من الموصل؟ أكثر بكثير، المجتمع الموصلي في بيته غير في الشارع، في بيته غير متشدد، في الفلوجة لا، هناك توافق بين الداخل والخارج، وطبيعتهم تحفظية شديدة جدا وقبلية. المجتمع الموصلي مدني، المجتمع في الفلوجة آخر يعني، ويعني ليس غريبا أن يتقبل هذا الوضع، ونساهم في الأساس لا تخرج عادة إلى الشوارع ولا تقوم ب بعض الفعاليات اللي تقوم فيها نساء المدن الأخرى، يعني متحفظين على حركة النساء وعلى نوع الملبس اللي يلبسوه، الحديث مع الرجال بأي سبب من الأسباب. داعش أضافت القليل
ولكن في الموصل اضافت الكثير من الانقلاب في حياه المدينه في الموصل. نعم. وهذا امر مختلف جدا. يعني الفلوجه الان عباره عن مخزن كبير من الاسلحه، شبكه انفاق ضخمه، ثلاث انطقه دفاعيه متعاقبه، سواتر ترابيه، خنادق، وايضا المفخخات التي الان اعيد النظر فيها قبل اسابيع ووضعت في مكان اماكن محدده، وتم اعاده بناء الاطر الدفاعيه على ضوء توقع هجوم سيحصل، مع ايضا جعل الناس وتنقل الناس ووضعهم على محاور التقدم المحتمله لقوات المسلحه. هناك 16,000 عائله في داخل مدينه الفلوجه تتعاون بشكل كامل مع داعش بكل الوسائل، ومعظم هؤلاء هم عوائل داعش المدافعه. نعم. عن المدينه. احسنتم اللواء الركن عبد الكريم خلف، شكرا جزيلا لكم سياده اللواء. نعم مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من على الارض. تقبلوا تحياتي علي المياحي وتحيات المخرج ظافر عباس. إلى اللقاء.